دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ألف ألف مبروك وأهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، واهلا وسهلا كابتن يا عادل. دكتور ازيك يا دكتور؟ الله يخليك يا كابتن عادل، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الكبيره العظيمه، كل الف مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا الموقره، الف مبروك لمجلس ادارتنا الموقر في الحقيقه، الف مبروك لعائله الاهلي الكبيره كلها. انجاز كبير استحق تحيه فخامه رئيس الجمهوريه للنادي الاهلي يا دكتور. يعني خليني في الحقيقه طبعا اتوجه بجزيل الشكر لفخامه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئه اللي في الحقيقه اللي هي بتمثل وسام على صدر كل اهلاوي، وبتعزز من قيمه الانجاز ده، لان تقدير فخامه السيد الرئيس لهذا الانجاز في الحقيقه هي بتعكس مستوى وقيمه انجاز النادي الاهلي داخل القاره الافريقيه، وبتاكد على حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي كان يمثل الدوره المصريه العريقه في هذه المنافسه، ولا يمثل فقط مؤسسه النادي الاهلي، ويمكن ده احنا لمسناه في كل وسائل الاعلام في الفتره الاخيره، او في اغلب وسائل الاعلام في الفتره الاخيره اللي كانت بتؤكد على ان الاهلي يمثل جمهوريه مصر العربيه، وتاتي هذه التهنئه لتؤكد هذا التوجه، ان النادي الاهلي يمثل مصر، وان النادي الاهلي كان في منافسه لصالح الدوله المصريه، وانه كان يدافع عن رايه كره القدم المصريه داخل القاره الافريقيه. تمام. دلالة التتويج ده وتأثيره على قيمة الأهلي التسويقية بقى في المراحل اللي جاية يا دكتور. خلينا نقول يعني قيمة الأهلي التسويقية كل يوم العلامة بتزداد قيمة وبتزداد توهج. خلينا لسه كنا بالأمس القريب بنفتتح يعني طرح كبير وهرم رابع للنادي الأهلي وهو فرع التجمع، النهاردة عندنا إنجاز رياضي هو الأعلى داخل القارة الأفريقية لأكبر بطولة داخل القارة الأفريقية، وبالتالي حضرتك لو بصيت على كل المحتوى الرقمي اللي موجود على مختلف وسائل الإعلام العالمية والقارية والمحلية سوف تلاقي النادي الأهلي هو العنوان الرئيسي، على الرغم من إن كان في بطولة كبيرة هي بطولة أوروبا لكرة القدم، وكان فيها مان سيتي هو الفائز بهذه البطولة، ثم يأتي النادي الأهلي في اليوم الثالث ويشغل كل المنصات الرقمية بمحتوى النادي الأهلي، وهذا يعكس قيمة النادي الأهلي التنافسية وقيمة العلامة التجارية ومكانتها على المستوى الدولي. النهارده حضرتك ده بينعكس في صورة أرقام حقيقية، النهارده أنا لسه راجع من التجمع الخامس، الحمد لله عندنا إقبال، يعني الحمد لله ربنا يكرمنا كده عشان نقدر نواجه التحديات المالية اللي فرضتها الأزمات الكبيرة على كل العلامات التجارية الكبيرة، واللي منها النهارده علامة النادي الأهلي، وبنفتخر بذلك. ده بيعكس قيمة وثقة الأفراد في العلامة التجارية، زي ما حضراتكم كنتوا بتكلموا دلوقتي والكابتن عادل بيؤكد، هو معنى قيمة العلامة تيجي من الثقة في أداء العلامة، الفريق هو علامة تجارية، اللعيبة أصبحت علامة تجارية، إدارة النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي كلها أصبحت علامات تجارية بتتحرك تحت مظلة كبيرة هي النادي الأهلي، وبالتالي ده بينعكس على القيمة التسويقية. حضرتك النهاردة لما تشوف عدد الرعاة اللي موجودين على تشيرت النادي الأهلي، وتشوف الشركاء التجاريين اللي موجودين النهاردة مع النادي الأهلي، هم كلهم مؤسسات تجارية عالمية لها علامات تجارية عالمية، وبالتالي دي بيعكس ثقتها أيضا في قدرات النادي الأهلي على إنجاز الأداء اللي بيوعد بيه جمهوره. النهاردة إحنا على الرغم لم يعني يمكن البطوله دي من البطولات النادره اللي كان فيها قدر كبير من الطمانينه، ان شاء الله ان ربنا هيكرمنا، على الرغم ان كانت البعض حاول يروج لفكره ان الهدف اللي جه هنا يعني انهى حظوظ النادي الاهلي في البطوله، لكن الجمهور كان عنده ثقه كبيره في العلامه التجاريه اللي هي الفريق بتاع كره القدم، الفريق ده اللي بينتمي لمؤسسه عريقه هي مؤسسه النادي الاهلي، ده كله جزء من ارث العلامه التجاريه بتاعتنا، مقدار الثقه اللي موجود، لان انت حضرتك لما تيجي كابتن عادلي بحكم تجربته الكبيره في اداره التسويق وخبرته الكبيره في اداره التسويق، ماذا نبيع؟ نبيع علامه تجاريه فقط. ما نبيعه هو علامه تجاريه، هو اسم وشعار وثقه للناس، الناس واثقه في انك هتحقق الاداء، زي ما حضرتك بتروح تشتري طياره فارهه بيديلك جرانتي بثلاث سنين ضمان او 150 الف كيلو متر كثقه في اداء العلامه. النهارده الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي، لما تيجي حضرتك بقى تبص الدلالات الوظيفيه للعلامه التجاريه احنا كده بنسميها، لما تيجي تبص تلاقي فرقه بتلعب
اربع نهائيات متتاليه بتفوز منهم بثلاثه، يعني عندك معدلات الثقه في الاداء، يعني ممكن تكون انك تلعب المباراه النهائيه بقت 100% والثقه كمان في الفوز، انك تفوز بالبطوله 3 مرات من 4 يبقى 75%، حضرتك عندك معدلات ثقه ما يتمتعش بيها اي علامه تجاريه اخرى، يصعب تكرار هذا الانجاز التاريخي ان في فرقه داخل القاره او حتى في القاره المنافسه لينا او اللي احنا بننافسها قاره اوروبا ان هو توصل 4 مرات متتاليه تفوز بـ3 بطولات فيهم من الاربعه، لا اعتقد كلها دلالات وظيفيه للعلامه اللي هي الثقه في اداء العلامه. دكتور الحقيقه يمكن الموسم ده ربما يصنف انه الموسم الاغزر حصادا للاهلي في تاريخه في البطولات المختلفه، مش بس في الكوره، احنا 3 فرق موجوده في بطولات العالم المختلفه وده غير مسبوق ايضا. هل هناك تفكير في حفل عام يكرم ابطال الموسم؟ وفي الحقيقه خليني اقول ان في عدد كبير من المشروعات اللي ازاي نقدر نستثمر الانجازات التاريخيه الفخمه، يعني في انجازات تاريخيه لكن المره دي يعني بيجي لها اطار من الفخامه، وهذه الفخامه زي ما حضرتك تفضلت في البدايه مشكورا ان احطها تهنئه رقيقه وغاليه علينا كلنا كاهلاويه وكمصريين من فخامه السيد الرئيس، فاحنا بندرس الموضوع دوت عشان نقدر كمان يعني نحفر في اذناء يعني في اذهان الاجيال المختلفه هذه الانجازات التاريخيه، لان الانجازات التاريخيه في هذه السنه هي ليست فقط انجازات رياضيه بل هي انجازات في البنيه التحتيه، انجازات في تحقيق اهداف استراتيجيه لصالح الدوله المصريه، يمكن كنا بالامس القريب زي ما باكد تاني لان ده انجاز كبير، انجاز كبير اللي حضرتك تعمله بانك انت تعمل فرع كامل على 50 فدان بهذه الروعه والتحفه الفنيه، اعتقد ان احنا كنا حريصين ان البطوله تيجي تحط الاطار الانيق لمجموعه انجازات في كره اليد اللي حضرتك شفتها، يمكن احنا الحمد لله كره السله موجوده واخده البطوله الافريقيه وهتلعب في كاس العالم، واخده ايضا بطوله الدوري المصري وبطوله الدوري المرتبط، كل الالعاب عندك النهارده فيها انجازات تاريخيه، فاعتقد ان ده عامل فخامه وعامل انجازات، فاعتقد ان احنا يمكن كان عندنا حفله بالنجمه العاشره كانت محل اعجاب وتصفيق من كل الناس، اعتقد ان شاء الله بنقدر نعمل حاجه مجلسنا ان شاء الله برئاسه الكابتن محمود يدرسوا ازاي نخرج هذه الانجازات اللي تعزز فخر ابناء النادي الاهلي بهذه الانجازات التاريخيه اللي دايما على مدار تاريخ النادي الاهلي ال 116 سنه، اعتقد ان احنا عندنا كل يوم انجاز جديد، وزي ما بنغني دايما مع اولادنا واخواتنا وابائنا وشيوخنا بنقول سلمه وراها سلمه والرجاله مكمله ان شاء الله لانجازات ثانيه. تمام يا دكتور، عندك شاكرين يا دكتور، انت اتكلمت في حاجات كتيره يعني كنت هسالك فيها بس ابراهيم بذكائه الاعلامي تطرق اليها، وانت طبعا بسم الله ما شاء الله عليك يعني شرحتها بافضل صوره، ونسعد دايما بهذا السرد الموضوعي الاكاديمي الراقي من الدكتور سعد شلبي. شكرا جزيلا كابتن علي. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد عبر عن تقدير الكبير من اسره النادي الاهلي وادارته وجماهيره لتهنئة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الأهلي على هذا الإنجاز الكبير يا باشمهندس.